لقد حاولت أن أنكر كل شيء، وفي هذه الفترة تحولت النزعة الدينية الموجودة في أعماقه كما يقول هو إلى رغبة في الحقيقة مهما كلف الأمر، وجنون كذلك الذي يبديه الشباب في حبهم للحق والصدق. ونستطيع أن نفهم من أقواله هذه أنه وجد نفسه قريبا جدا من حالة ويليام جيمس التي تتصف بالرعب الخلقي والنفي التام والشعور بما يشبه شعور من ينظر إلى أعماق هو السحيقة. وهنا نحتاج إلى اقتطاف بعض العبارات التي نقلها جيمس عن الفيلسوف الفرنسي جوفري لتدلنا دلالة كبيرة على ما كان يجري في ذهن نيتشه في تلك المرحلة. ونجد أن جوفري يوضح هنا الطريقة التي يستطيع العقل الباحث بواسطتها أن يستأصل كل الذكريات والانفعالات التي تلوح عديمة الإحساس حتى يصبح فراغا هائلا يفزع الروح الإنسانية. يقول جوفري: لن أنسى ما حييت تلك الليلة من ليالي أيلول التي تمزق فيها القناع الذي كان يفصل بيني وبين عدم ثقتي. إنني ما زلت أسمع خطواتي في تلك الغرفة الضيقة العارية التي كنت معتادا على التمشي فيها بعد أن يكون الناس قد ناموا. لقد تتبعت أفكاري بلهفة وهي تهبط طبقة طبقة لتوطد إدراكي مبددة كل الضلالات التي كانت قبل ذلك تمنعني من رؤيتها وموضحة نفسها شيئا فشيئا. لقد تعلقت بتلك المعتقدات بلا جدوى تعلق الملاح بحطام سفينته الغارقة، وكنت خائفا من الفراغ المجهول الذي كنت أحس بأنني سأطفو فيه بين لحظة وأخرى. لقد رجعت بتلك المشاعر إلى طفولتي وعائلتي وبلادي، وكل تلك الأشياء عزيزة علي، إلا أن تيار الفكر كان أقوى منها جميعا فاضطرني إلى تركها كلها. ثم بدأ يزداد صعوبة كلما اقتربنا من النهاية التي لم يتوقف ذلك التيار إلا وقد أوصلني إليها. وعلمت بعد أنه لم يبق في أعماق ذهني شيء قط، وكانت تلك اللحظة مخيفة مفزعة. ولما ألقيت بجسمي المتعب على فراشي في الفجر شعرت بحياتي السابقة البائسة المليئة تلتهب فجأة وبحياتي الجديدة تبدأ كئيبة لا بشر فيها. فلم يبق لي إلا أن أعيش وحيدا في المستقبل، وحيدا مع فكري القاتل الذي نفاني إليها، هذا الفكر الذي أميل الآن إلى صب اللعنات عليه. وكانت الأيام الأولى التي تبعت ذلك أشد أيامي كآبة. ليست مثل هذه التجربة غريبة على المفكرين، ويضرب لنا جيمس مثلا على ذلك حالة جون توارت ميل التي تشبه هذه الحالة كثيرا. وسنبحث في الفصل التالي بعض تجارب تولستوي الأولى وتقاربها مع هذه أيضا. لقد جرب نيتشه هذه الحالة أيضا، وتدلنا بعض كتبه على ذلك دلالة غامضة. وسنبحث هذه الكتب في وقتها على أن هنالك صفحة في الحكمة الممتعة يتحدث فيها عن الألم الذي يضطرنا نحن الفلاسفة إلى الهبوط إلى أعماقنا مجردين أنفسنا من كل تلك الطبيعة الخيرة التي كنا من قبل قد أسلمناها إنسانيتنا. إنني أشك في أن مثل هذا الألم يستطيع أن يوصلنا إلى أحسن مما نحن عليه الآن، إلا أنني مع ذلك أحس بأنه يزيدنا عمقا. وقد اعتاد نيتشه على الوحدة واعتبرها جزءا من مصير العبقري، وقد أقنعه بذلك بطله شوبنهاور حين كان في العشرين. وبالرغم من أنه ثار على شوبنهاور في النهاية إلا أنه لم يثر ضد مصير الوحدة هذا. قرأ نيتشه أعمال شوبنهاور في جامعة لايبزيك في عام 1865، وكان شوبنهاور قد قال لأحد أصدقائه وهو لم يبلغ العشرين بعد: الحياة محزنة جدا، ولهذا قررت أن أنفقها بالتأمل فيها. ولدينا وصف لحالة نيتشه حين قرأ أعمال هذا الفيلسوف الكئيب لأول مرة، ويمكن أن يقودنا هذا الوصف إلى معرفة شيء عن الفنان شابا. إن الأمزجة المريضة والمضايقات ذات الطابع الشخصي تتصف بميزة عامة لدى الشباب الذين يتوفر فيهم شيء من السوداوية. كنت في ذلك الوقت شديد القلق كئيبا
بسبب بعض التجارب المؤلمة خائبا تعسا، لا أمل لدي ولا معتقدات جوهرية، وكنت أشعر بشيء من الراحة حين ألجأ إلى غرفتي وأغلق علي بابها. وفي ذات يوم مررت بدكان رون للكتب المستعملة، فوجدت هذا الكتاب معروضا بين الكتب، فالتقطته وقلبت صفحاته وشعرت بقوة خفية تهمس لي، خذ هذا الكتاب معك، ففعلت وعدت إلى البيت واستلقيت على المقعد الطويل، وتركت تلك العبقرية الغلابة الكئيبة تأخذ طريقها إلي. لقد وجدت هنا في هذا الإنكار والنفي والتقاعس التي يحفل بها كل سطر مرآة رأيت فيها العالم والحياة، وروحي أنا غارقة في عظمة مخيفة، وشعرت بأن عين الفن المفتوحة الثابتة تحملق في، ووجدت هنا أيضا المرض والشقاء والنبذ والاستقرار والفردوس والجحيم. لقد شعرت بالحاجة إلى أن أعرف نفسي، إلى أن أقضم نفسي قضما. تلح علي إلحاحا شديدا، تبقى بعد ذلك صفحات مذكراتي التي كتبتها في تلك الأيام، تلك الصفحات السوداوية القلقة المتطلعة إلى الأعالي بيأس شديد، طامحة إلى إعادة بناء جوهر الإنسان في شكل جديد. ولم يقتصر الأمر على روحي، وإنما كان جسدي أيضا يعاني مما فرضه علي ذلك، إذ أنني قررت أن أذهب إلى الفراش في الثانية بعد منتصف الليل وأنهض في السادس صباحا، واستمر ذلك 14 يوما أحسست فيها بإنهاك عصبي كبير. لقد رأينا إذن كما رأينا في حالة لورنس أيضا أن اليقظة الذهنية تكون دائما مصحوبة بالألم الجسدي، إلا أن تغير طريقة نيتشه في النظر إلى نفسه تعتبر أهم من حالة لورنس بمراحل. لقد كان شقيا مكتئبا يشعر بشعور السجين، السجين في ذهنه وجسده، ولذلك فإن حماسه الأول في دراسة الفلسفة الإغريقية لم يتح له المرآة التي يرى فيها وجهه هو، الأمر الذي فعلته قراءته لفلسفة شوبنهاور، لأنها أكدت على ما كان يشعر به نحو طبيعة العالم ومكانه فيه. لقد وهبه شوبنهاور انفصاله عن نفسه، ذلك الانفصال الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو المعرفة الذاتية. هناك تجربتان في حياة نيتشه تعتبران مفتاح شخصيته، كما تعتبر الفترة التي مد فيها فان كوخ يده إلى لهب الشمعة مفتاحا لشخصيته خلالها. وسنلجأ في ذلك إلى اختطاف شيء عن هاتين التجربتين بالرغم من وجود سنوات عديدة بينهما. أما الأول فتخبرنا بها رسالته إلى فون كيرزدورف في عام 1865: بالأمس كانت هنالك عاصفة عنيفة تهدد بالهبوب، فأسرعت إلى تل قريب يدعى لوتش، وجدت في أعلاه كوخا صغيرا ورجلا يذبح عنزتين صغيرتين في حين كان ابنه يتفرج على ما كان يجري. وفي تلك الأثناء انقضت العاصفة علينا بالرعد والمطر، فشعرت بشعور لا يوصف من القوة والحيوية. إن البرق والعصف عالمان مختلفان، قوى حرة لا خلق يقيدها، الإرادة النقية التي لا تربكها الاضطرابات الذهنية. يا للسعادة، يا للحرية. تلوح هذه التجربة بسيطة جدا، إلا أن تأثيرها على أفكاره كان بعيدا جدا، كان متوقعا أن يكدره منظر الدم. أما الآن فقد امتزجت غبطته بسبب العاصفة مع رائحة الدم ووميض السكين والصبي المأخوذ المتطلع، وكانت النتيجة إدراكه البديهي للإرادة الحرة من معاضل عقله وخبرته. كانت تلك البداهة إطلاقا له من قيد طبيعته التي يحيرها فكره، التي كانت مصدر المتاعب بالنسبة له. أما التجربة الثانية فقد حدثت بعد مضي سنوات عديدة على التجربة الأولى، وكان ذلك خلال الحرب الفرنسية البروسية، حين كان نيتشه جنديا صحيا في إحدى فرق الإسعاف، وقد روى ذلك لشقيقته حين سألته يوما عن أصل فكرة إرادة القوة. كان نيتشه قد قضى أسابيع طويلة معالجا الجرحى في ساحات المعارك، حتى جعلت مناظر الدم والأعضاء المتعفنة رعبه يصل إلى حد تخدر الإحساس به،
وفي ذات يوم دخل نيتشه إحدى المدن الصغيرة قرب تراسبورغ بعد نهار حافل قضاه بين الجرحى، وكان يسير على قدميه وحيدا بلا رفيق. وفي تلك الأثناء سمع وقع حوافر جياد، فابتعد عن الطريق ووقف قرب الجدار منتظرا مرور الفرقة. ومرت الفرقة بفرسانها ومشاتها، وكانت فرقته القديمة. وبينما كان يراقب الجنود وهم يمرون أمامه في طريقهم إلى ساحة المعركة وربما إلى الموت، باغتته الفكرة واقتنع بأن أقوى وأسمى إرادة في الحياة لا تتمثل في الكفاح التافه من أجل الحياة، وإنما في إرادة الحرب، إرادة السيطرة. علينا أن نتفحص هاتين التجربتين بعناية وبلا تحامل، وإننا لنجد فيها شيئا من ميزات التصوف. وقد كان نيتشه سجين طبيعته التي تحيرها أفكاره، في حين تشعر هاتان التجربتان إلى غبطة بالحياة. ونجد ذلك لدى بليك في قوله: الحيوية هي الغبطة الخالدة. إن العبارات قوى حرة لا خلق يقيدها، والإرادة الحرة يمكن أن تعتبر أساس فلسفة نيتشه، وهي ليست غير ذكريات تلميذ معتل الصحة رأى رؤى تمثل الصحة الكاملة، فتحرر من حدوده الجسدية ومن سخافته الشخصية والفكر. كانت تلك أعمق معارف نيتشه، وقد بينها في الصفحات الأولى من كتبه مولد المأساة، الذي كتبه حين كان أستاذا شابا في جامعة بازل. الذهول السعيد الذي ينبثق من أعماق الإنسان، أي من أعماق الطبيعة، في لحظة ذوبان الشخصية الفردية وانحلالها، والذي يجعلنا نحصل على شيء من الإدراك الديونيسي الذي يمكننا أن نفهمه جيدا بتحليلنا لحالة السكر، ويمكن خلق مثل هذا الذهول باستخدام العقاقير المخدرة التي تحدثنا عنها أناشيد وتسابيح البشر الأوائل البدائيين، أو عندما يحل الربيع مغلغلا الغبطة في الطبيعة كلها. فإذا استيقظت هذه الأحاسيس الديونيسية ذابت الذات وأصبحت نسيا منسيا. لقد عرف نيتشه هذا الإحساس واستخدمه مقياسا يحكم بواسطته على الأشياء. ويقول نيتشه أن سقراط لم يعرفه، ويضيف مزلزلا بعد ذلك عالم الأكاديمية أن سقراط إنما يمثل تدهور الحضارة الإغريقية، في حين كانت ذروتها تتمثل في عبادة باخوس إله الحيوية الفياضة الخام. وطبق نيتشه ذلك على معظم الفلاسفة والمفكرين في عصره أيضا، فلم ينجو منهم إلا شوبنهاور، وسيأتي اليوم الذي يقذف فيه شوبنهاور أيضا ليلحق بالبقية. وهكذا لم يكن نيتشه ليتعدى 28 حين وقف وحيدا، ما عدا اثنين ظل يحترمهما، وهما شوبنهاور وفاغنر، فكانوا ثلاثة رجال ضد العالم كله، ولكن أي رجال؟ كان نيتشه قد عرف فاغنر شخصيا منذ عام 1868، إذ قابله بعد تعيينه أستاذا في جامعة بازل، وكان ذلك في مدينة لايبزيك، يوم كان فاغنر في 59 ونيتشه في 24. واستطاع نيتشه في أثناء وجوده في بازل أن يجعل من تعرفه ذاك مع فاغنر صداقة حارة. أما فاغنر فكان يعيش في تريشن على بحيرة لوسرين، وكان منهمكا في إنهاء مؤلفته الخاتم. ترافقه كوسيما فون بيلاو التي كانت قد هجرت زوجها لتعيش مع فاغنر، وكوسيما هذه هي ابنة فرانز ليست. ووجد نيتشه في منزلهما اللاشرعي الراحة المنشودة، فصار يقضي الليالي مع فاغنر متحدثين حتى الفجر. وأطلع فاغنر نيتشه على مقالته عن الحكومة والدين التي تستند على فكرة أن الدين والوطنية ضروريان جدا باعتبارهما أفيون الشعوب، في حين أن الملك وحده هو الذي يسمو على ذلك متمتعا بالشجاعة التي تؤهله للمعاناة ولرفض الضلالات الشائعة التي يروجها الفن الذي يجعل الحياة تلوح وكأنها لعبة ويجنبنا مصيرنا المعروف.
وبعد 10 سنوات فقط